خلال جولته الأوروبية حادث كبير صدم الفنان وائل جسار لما توفي أحد أفراد فرقته خلال إحدى الحفلات بألمانيا تفاصيل الحادث بالإضافة لكل الأعمال اللي عم بحضر لها حكي عنها وائل جسار بمقابلة مع مجلة نادي بآخر أمسي من حفلات الفنان وائل جسار بألمانيا توفى أحد أفراد الفرقة الموسيقية جمال نحاس من الكورال جراء أزمة قلبية وائل يلي كان على المسرح انصدم بالموضوع ومرق بفترة حزن كثير كبيرة حيث تولى مدير أعماله الاهتمام بالجنازة ونقله إلى لبنان إلا أنه وسام الحياة بتكمل ووائل اليوم عم بحضر لألبوم جديد من إنتاج شركة أرابيكا بالإضافة لرحلات وإصدارات فنية وإطلالات تلفزيونية عديدة مش بس هيك فخلال المقابله اكد وائل انه في اكثر من كليب عم يتحضروا بصوره غير تقليديه، اما عن العائله فيبدو انه ماريلين ووائل جونيور عندهم امكانات صوتيه من المعقول تحمل مفاجات كبيره بالمستقبل، على كل حال رح يكون لنا مقابله مع الفنان وائل جسار خلال تصوير الكليب الجديد.